FM. الكلمة ليك. هيدلاينز. شكرا لكم اسعد ليه، مرحبا بكم الجديد في كابوتشينو. يظهر لي اخبار اليوم فيها برشا هكا اكتوالتي بغيونت كما نقولوا. نبداو باليعقوبي، قالك لن تجرى الامتحانات الى حين الاستجابه لمطالب المدرسين. هذا ما اكذب البارح كاتب عام نقابه التعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي خلال جلسه استماع لي من قبل لجنه الشباب والتربيه في مجلس نواب الشعب، وقال بانه الامتحانات تاع الدوزيام تريمستر مش باش تصير الى حين امضاء اتفاق بين الطرفين الاداري والنقابي يقضي بالاستجابه لمطالب المدرسين. ما هذا يا يعقوب؟ يعني يظهر لي طلعت ياسر في الصوت. هو شوف توا امتحانات باش تصير وغيره، تهديد خايب ياسر. هو توا تبدلت اللهجه بينه وبين الوزاره، الاساس وانه ثم حوار جديد. لكن نلاحظوا كذلك حاجتين، ناجي جلول قال روحوا وحده، ما ساندتوش الحكومه وما ساندتوش حتى نداء، ما خدوش بيان مثل يساندوا فيه، والحكومه ما وقفتش معاه. وليس الحكومة أبوني أبسون، ووزير الشؤون الاجتماعية ما ثماش، وليس الجمهورية ندراوينو. ومن جهة أخرى اليعقوبي سندوه بعض الناس، ما سندوش الناس كل في اتحاد عام تونسي الشغل، وبالتالي هو في عوض يوسف الموديوس الفندي توا تلامذة مطيشين مش يعملوا في امتحانات. أما توا قال لك ما نعملوش امتحانات مرة واحدة ويمكن نعملوا أني بلانش. المنطق هذا خايب، منطقة التهديد والوعيد هو اللي خايب. يلزم يتفقوا، يوصلوا إلى حلول يستمتوها ويتفقوا. يظهر لي ثم حزمة كبيرة عن تاع قرارات باش تتخذ بين الحكومة والاتحاد ومنظمة العرف والاتحاد، تنجم تدخل فيها الدوسي نتاع الأساتذة، وخاصة يكون دوسي بيان فيسلي، لأنه هاك شفت الإضراب هذايا عطى نتائج عكسية. مثال في المخيال الشعبي تجاه بعض النقابيين أو تجاه تحرك بعض النقابات أو حتى تجاه بعض الأساتذة، وصارت مظاهرات وصار عنف وصار غيره. تبادل التهم من جهة ومن أخرى بين الوزارة وغيره ما يأديش، وإلا زاد يحط يوليو في صحفة العسل ويخليو المشاكل راكدة على حساب التلامذة ما يجيش. يلزم حلول جذرية. أين رئيس الحكومة اللي بدا يبين أنه ضعيف في التعامل مع الأحداث؟ قال لك حق باش يبعث توا اليوم لجنة وزارية، وين ماشية الجندوبة باش تعمل له تقرير ومن بعد يعطيهم المجلس الوزراء في نابورت كوا. ولو بلو بو مين نسمعوا بها احنا؟ اللجنة من قصر كارتاج بعد قبل سيناجم الغرسلي رئيس الجمهورية نابورت كوا. معناها بكل صراحة شو معناها يا اخي؟ احنا في رواندا باش نبعثوا لجنة تجي تحكي قدام الأمم المتحدة؟ ما هو في تونس احنا وعندك الأوضاع وش بدشة الأخبار وتقارير التاب وغيره توا تشوف. فهمتني؟ ثم إشكالية، ثم ضعف في التعامل مع المسائل الخارجية والداخلية. يمكن وزير الداخلية قاعد أكثر الإنسان هالنهارين يتحرك، والجيش هاو توا قتل زوج إرهابيين اليوم الصباح في جبل سبامة وحاصرهم، والداخلية على ما يبدو ثم ضرب من قوة، وثم بعض معناها من جماعة خلينا نقولوا الأمن الموازي ولا المتقرب ولا جماعة اللي لحسوا إلى ناس معينين معناها ولاو في الميزاء. لكن ما زالوا منهم موجودين في الوزارة لحد الآن معناها بالأسامي وغيره، يحب يتحرك. أما فيما عدا هذا رئيس الحكومة غايب، رئيس الاتحاد العام كاتب عام الاتحاد العام معناها الأمين العام الاتحاد العام غايب، سين حسين العباسي وزير الشؤون الاجتماعية تاقي كراسو، ناجي جلول وحده. هاو كان نهار يصعد نهار يهبط نهار يقول نهار يردم في التلامذة نهار يردم في الأولياء نهار يردم في النقابين. والأسعد اليعقوبي بيان سور أونرو دي راجل معناها ليبرتي دو بلو فور أوبخيم، بالنسبة لي هو الكل وصوته ألتو والناس كل تتآمر ضده، ولا سيد معناها كانوا ليدين هو الأحمد التليلي معناها مانيش فاهم من الشخص هذا منين طلع وين كان ديجا. دونك شيخ سوبلون بكل صراحة أنا جابيل أريزون غاردي. اليوم ثم نوع من الفئوية الشعبوية بدأت تظهر من جديد، لو انكوربوراتيزم بوبوليست بدأ يظهر من جديد. ومن جهة أخرى المسؤولين ظهروا عندهم ضعف فادح، سواء مجلس نواب الشعب وحكينا معناها كيفاش التوا واحلين غارقين في كاس طرابلسي، حايرين في لجنة باش يعملوا فيها وقوانين ما ثماش، سواء غياب الحكومة، سواء غياب رد الفعل الكبير تجاه المسائل الكبرى كيما باغ اكزومبل الفيضانات وغيره. هذه بوسيلة من توا فينيز وليت. ايه، وفي نفس الوقت الفئوية الشعبوية المقيتة خلقت في تونس نوع من العجز بتاع المجتمع المدني. وينو المجتمع المدني هالنهارين؟ وينو باغ اكزومبل في جندوبة؟ وينو في 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 بوسالم؟
وينهم في سليانة، وينهم كذلك في المؤسسات التربوية، وين منظمات الأولياء والتربية والأسرة والإحاطة بالمعاهد وحاجات كيما هكا، باش يوريك أنه قاعدين ننحدروا شيئا فشيئا، لأنه ابتلينا بطبقة سياسية بدائية جات فركت الدولة التونسية. يا سيدي حسن كان تشوف تونس كيفاش ولا تعدى في الليل، هاو نهز كان نعملوا ريبورتاج، هاو نهزوا معنا الصابر، تعدى له الجزيرة وباب الزيرة وباب جديد في الليل وباب المنارة وسيدي تحفة، وادخل للقصبة وشوفك الحالة اللي ولات فيها البلاد، بلاد أسيجي، بلاد فيها الوسخ، بلاد فيها بختو معناها الوسخ اللي فيه البربلي. تونس بلادي مدينتي مسكرة، فيل فرمي ما تنجمش تدخل إلا بدالي سيباتي، عنف بختو، ناس متلبسة من غاديكا، إرهاب يضرب من هنا، عصابات تلقف العباد بالغادي، تاكسيات ما عادش تخدم، قهاوي مسكرة، الدنيا ماكلة بعضها. بكل صراحة نوسوم مالورو، نعيشوا في ميزيريا حرفة، وما حبوش المسؤولين نتاعنا أو المسؤولين يشوفوا، يجوا يهزوهم من يديهم يقولوا ما يجوا خرجوا شوفوا البلاد كيفاش ولات. أنا تولدت فيها هذيك المدينة العربية، وتونس نقول لك كي تغمض لي عينيا أنا توا وتسيبني منين تسيبني نجريها من طرف للطرف، نعرفها بالسطح بالسطح، بالنهج بالنهج، بالحفره بالحفره، بالدوره بالدوره، بالدكانه بالدكانه. كي نشوف بلادي كيكا نحزن نبكي. البارح معناها كنا مع ضيوف اجانب، بالله العظيم شيء يندله الجبين، يدمي القلب لما يشوف العاصمه كيفاش ولات. اين هم المسؤولين؟ قاعدين يتعاركوا على الموقع، يتعاركوا على الكراسي. الطبقه السياسيه اندحرت، الطبقه توا النقابيه كيف كيف في تهاون، الطبقة الجمعياتية أو ما يسمى بلانستانس ميدياتيك كيف كيف قاعدة تتلاشى، والتونسي اليوم ما بقالوا كان فقدان الأمل، فهمتني، وتهديدات الدواعش وكذلك اللي موجود من ما تبقى من معناها مرارة أمام واقع اقتصادي واجتماعي رس، قاعدين نهبطوا شيئا فشيئا، نتدحرجوا إلى الحضيض بكل صراحة. خلينا نقولها نو فيفون مال كما قال الاخر، فو فيفي مال مسيو، انكم تعيشون بطريقه سيئه ايها السيدات والساده. هذا شعلنا توا، وينو المسؤولين نتاعنا؟ ضايعين يفركسوا في المواقع. وسي طيب باكوش يهز تليفون يقول واحد تحبش بوست في جنيف ولا في نيويورك، هاو فرق بوست تحبش كذا، هاو بيرن فرق بوست تحبش تشد كذا، والاخر هكاك هذه جديده هذه بيان، هاو فرق بوست تحبش تشد كاريات، هاي تحب تشد سفير، تحب تشد مكريين نقولوا دائما معناش معناها صار وليد معناها معناش عنده يعني بكل صراحه، فهمتني، رئيس الجمهوريه معناها هوكا قابل البارح وزير الداخليه، اما ناكد لك ثم ياسر الناس يخلوا معاه وقراب منه ما يروحش، فهمتني، رئيس الحكومه يبعث في لجنه باش يعمل لجنه صداقه بين تونس وجندوبه، شو كوا بعث لجنه تحقيق وزاريه زاد كي بلوزي، وباش تجيب له تقرير يعرف على موجه الوزراء لاحقا. بالله العظيم لو بي ابا نتاع العمل يا اخي ما تعرفوش معناها عمل وزاري، سامحني عندنا وزراء من الدنيا بالك في بالكم فوزافي انفونتي ليتا انتم الدوله ولا الحكومه، ومجلس النواب الشعب راقد يعاد مجلس اللي وقت تاع تركيا خير، او ممكن يهرولوا كي يقولوا كيفاش يقولوا بقولوا برود شاف جاي برود شاف جاي، هاي محل هاي يتحركوا هاي يا جماعه هاي هيا بوجي بوجي موف موف قال الامريكاني موف يور بادي اي موف 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 تحرك هرول انبطح اطلع اهبط استراح استعد استقم اقف اغزل خشمك اشرب كرشك سقم لي روحك ليسونسيال هاو كي بوجي. هذوما عرفتهم باتراك كما يقولوا، تعرفوا الحصان كي مد ضربعه بالفرنساوي يقولوا لي باتراك بي ا تي ار ا كيو اي باتراك هكاك مد ضربعه مطيش هكاك. كنت انا صغير ما كانتش الكاميونات، كانوا الناس كيشريوا السيمان والياجور. ايوا. يمشوا للمقاولات. يشريوا تقول انت لوردي والياجور بسته وقتها وب 12 وحاجات كيما هكا والسيمان والجريفي وحده، هزوها على حصننا في وسط تونس. اي. وتشوف ساعه ساعه حصان ما عنده الحوافر نتاعه عاملين لهم الصفيحه. الماريشال فيران عامل له الصفيحه، يمد الاربعه. عاد تجيز قلعيه والقدعان اي قدعان يوقفوا الحصان، انا نبدا نتفرج انا صغير كيفاش مدد الاربعه. يا اخي كبرت وصفرت الشيب وشفت حكومه كامله ماده الاربعه توا، ما عندهاش صفايح هذه الحكومه. لازم نلقاو نجيبوا الجوفرمون باتراك. كما نقول لك كيفاش يقول توفيق بن مبريك باتراك. فوالا الجوفرمون باتراك. بصراحه هاك تشوف معناها قاعدين نفركوا في البلاد بشويه بشويه. واللي حبوا يعملوه بعض الناس وحصلت المدن بالارياف
وتليف المدن والقضاء على الريف افراغ الريف وكذلك القضاء على الظواهر المدنية وتفكيك الدولة كما يجوز وما يجوز بشوية بشوية ابتي فو فهمتني ماك تعرف ثم حاجة تحطها في قدرة وتعطيها تحطها تحت الكوكوت تطلع ثم حاجة تطيب سلة سلة حطها في الغني وحطها في حزب الكالون وتبدأ بشوية بشوية. أما حال البلاد كيفاش ولا في الليل كي حال الكالون في العديلة مرة سألتني قلت لي انت ليه انت ليه ما عدتش في باريس قلت لك بسيط الحقيقة كانت غير كده خالص البلد دي كانت احسن من باريس كانت الموضة تنزل هنا قبل ما تنزل باريس الشوارع كانت نظيفة زي الفل الاسم كل يوم المحلات كانت فخمة الناس كانوا مؤدبين زكي باشا نكمل كلامنا لما نطلع فوق الناس بتبص علينا يبصوا علينا ليه؟ يبصوا على البلد اللي باظت يبصوا على العمارات اللي كانت أحسن من عمارات أوروبا دلوقتي بقت فساد من فوق ومن تحت مسخ إحنا في زمن المسخ يعقوبيان عبارة يعقوبيان وهو وقتها يحوص في ساحة من عز ساحة العالم طلعت حرب اللي هي ساحة طلعت حرب ولكي تمشي لها تو في الليل أنا ديما نمشي لها ونمشي قاخ فيها مكتبة بتبولي ونقابلها مسجد الشروق نمشي غاديكا بتشوفها في النهار كيفاش ولات وتشوف معناها بالحق أحلى نفس الشيء أنا سيدي نحكي لك نهر مصطفى مبارك اللي هو لو ليون غوش في تونس شفت قوس بحر البياسة نتاع البحر وباب النوار نتاع مارسي سنترال ايوه احناهم هذوك ثم وين ثم الاوتيل دو فرونس كان يعمل فيه دوغول هذاك ويحبوه لي سينياس لانه ستيل جاودي اللي بناه برشلونه جاودي لو جراند جاودي اللي عاش وقت ميرو وجماعه وفيها برمقليات وفيها فهمني كنت صغير عندنا قهوه غادي بالله العظيم والاسترونات بالله العظيم تمشي تحت البلاصات نجري كيلومتر نجري 600 700 متر وكانوا موجودين لي كونسييرج وكانوا موجودين السنب وكانت الدنيا تعمل هكا وبيوت سطحته ويربيوا فيها في المعيز في نهج مصطفى مبارك ونهج هانو ونهج ميكار ونهج محمود بورقيبه نعرفهم انا صغير حليت عيني في اونتروس في البط هذاك وتشم شباح الصباح ريحه الريجليس توا برا شوف زطلة وناس ميتة وحال حليلة وغيره عندنا واحد ولد حومتنا عرض ديك النهار عندنا واحدة طليانة تخدم في بابي غادي جاي قال بونتيروز حب يشري ما عادش تكلم هو الفرنساوي جاي قال لها قالت له كيفوا كيفوا قال له نمر له غبرة واحنا هكا هذا يظهر لي البريك رسالة بتاع بتاع حمد الجبالي حميدة ولد حومتنا قالها له نمر له غبرة كنت تشم الإنجليز سيدي حسن وكانت الدنيا تعمل هكا وانا حضرت على الباساج وقت اللي كانت تتنظف مرتين في النهار في ولاكلوا عند مانيلو بلا شوف توا بيشاوار وثم ناس شيخة كي يتعدى يشوفها كي بيشاوار يبدا تطلع قلب باينة حقيقة حقيقة لا ريفونش انتهجوا يجوز وميجوز سي لا ريفونش نتاعهم فهمني اليوم صراحة اللي تشوف فيها على مستوى المدن هو واقع على مستوى القيم واقع على مستوى البنى التحتيه يا اخي الاحزاب السياسيه كما قبل ما نقول الحزب الحر الدستوري كي تاسس قبل ولا حزب الشيوعي ولا حزب الصحيين بتاع الجلاتي ولا حزب معناها تونس الفتاه كانوا كيما توا وفيهم شخصيات كيما هكا والجرايد كان كيما توا والقهاوي كان كيما توا والديبا بوليتيك كان كيما توا والنقابيين بين محمد علي الحامي والخياري والقناوي وحشاد والتليلي واليعقوبي ما بعد لا سامحني ما بعد مكة علاش مش يقول فمي لا معناها باش يوريك الدنيا تبدلت وقاعدين نعيشوا في مرحلة تاريخية متاع انحدار ومتاع تفكك ومتاع ومناش والجماعة عند عزوزة هذا الواد ويتقول العام عام تهمة عن صابة ما تدينوا وجوههم ويضحكوا كوم دي سانج دون اون كاج كي تفرج هكا في الاخبار تشوف دي سانج كي سون تخان دو ري يضحكوا على الواحد ويضحكوا على ذوقنا الشعب التونسي سامحني يفو تو غيانفونتي على غالب احنا توا هكا احنا توا في بدايه الدوله الحسينيه يلزمنا راجل
يزمنها راجل بريمير ما انا راجل الجوليه معناها مروءه نقولوا احنا قلنا البنس اليغانس ما يصير خلينا نقولوا عنده المروءه كما حسين بن علي او كما حموده باشا او كما الحبيب بورقيبه دي باتيسور دي جون كي فوا غران دون ليمونسيتي دو بوسيبل الى الكبير مش ناس تتعارك على مناصب وزيرها وبدلوا حروب وقال نتاع ترانشيات اليوم في التلفز بين نقابات امنيه والكسيكسي والكسيكسي زادم والاخرين زاد من فيه وحاله وشيطنا وحكايه فرغه وحنا مش با سا ماهيش اقطاع هو فهمتني ما هو هذاك الهاجس اللي عايشين به احنا المسلمين القران جاء قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب القبائل تعرفوا كما كنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في خطبه 11 قال ايها الناس هو مات وما عملوا قالوا من الامير ومن كل وزير وبداوا تقاتلوا لا سيغمونتاسيون تريبال دان كرون بروجي يونيفرسيل خاطب الانسانيه يا جماعه لا فرق بين عربيا وعجميا الا بالتقوى ومن بعد قالوا لا من الفخذ ومن العشيره وبداوا يتقاتلوا قتلوا سعد بن عباده وما خرجناش من السقيفه كما قال مختار الخلفاوي لاننا قاعدين في السقيفه ولا كما كتب سيدي هشام زعيت في لا غران ديسكول الفتله قعدنا غادي من يا ايها الناس إلى أيتها القبيلة أيها المهاجرون أيها الأنصار أيها بني عبد شمس أيها بني كلاب أي بني وحنا في تونس نعيشوا أيها النهضة أيتها النداء فوالا هذاك هو بخير وحلين أونتر دو موند لا مور إلى تخان بويسون إتر عالم في حالة احتضار والآخر عاجز عن أن يولد وحنا في السقيفة غاديك بين واحد ما حبش يموت حاشا من تصنع تاع الصباح واحد ما حبش تولد وحنا قاعدين وحلين غاديك أون في دو سيغ بلاس هذا إيش قاعد يصير ولا باش تفسر غياب رئيس الحكومه ورئيس اتحاد عامة الشغل وسيد رئيس الجمهوريه في الدوسي هذا بتاع الاضرابات يا سيدي مشوا فينا في ولادنا في ولادنا انا لو واحد البارح نلقى زوج بنات ولد مطيشين يتفرجوا فينا بيسيتو نص النهار يا ودي اش تعملوا تفرجوا يا ودي اش بدك تقرا مش نقرا بسيكولوجيكمون بابا يا عندك امتحان ما نعرفش وقتاش يسون بيرتوربي لي غوس فهمت كيف هاكا يعطيها الام بي سي فور واحد تفلش وفران فريدك والاخر ما غادي يصعد وينظر ويعمل فيه اي مي سي با كوم سا سامحني اليوم بكل صراحه يلزمنا راجل ومشروع كبير معناها راجل معناها ناس عندهم الرجوله والفحوله والمروءه راجل ولا امراه تنجم تكون وداد بوشماوي باسكو سي لان دي غارزون مازال عندنا في البلاد فهمتني كامراد بوشماوي اي كامراد بوشماوي روزا بوشماوي او بوشماوي لوكسمبور هي ان ديسان دي او دو اس او اي ان معناها رؤيه جميله كبيره حاجه هكا مشروع نؤمنوا به وين ننتقلوا الناس الكل والناس الكل باش تضحي له الناس الكل بتسقي السطوره ما خدوش تو لسه في حافظ البنك المركزي قال لك نفوه 6.5 مليار دو دولار سيدي العجز 7.5 مليار دولار في الشهر عندنا مليار دينار عجز هي ما توا تخوتار تكلم اليوم تخو بو تخوتار بيان سور هو خاطر هو بسبب نحكي الحكايه هو بسبب هو اللي خدنا دار وقت يبعثوا الدوكيمون سكري كريستي لاجر انا فضحت مكلمي خدنا دار قلت له قال لي ما عليكش حق قلت له تعمل خدمتك انا بخدمتك انت تحكي في في هذا التوانسة وتحكي في هذا الجماعة البلا مو وعليك شو هي هو اسمه خزنة دار شو هي الفخفيخ فوالا فهمتني يعني باش يوريك اللي اليوم ثم عبث يا خويا يلزمنا على الاقل كل يا اخي الصدق اش قالهم ايها القوم اين المفر البحر مولاكم عدو امامكم وليس لكم والله الا صدق وصبر وانكم لاضيع من الايتام في مآدب اللئام الشعب التونسي اليوم اضيع من الايتام في مأدوبة اللئام وليس لكم والله الا الصدق والصبر هذا اش قلم هاوك البحر ولك وحرق السفن والعدو قدامكم واحد اليوم أبضعوا من الايتام في مآدب اللئام لو من تونس الشعب التونسي بلاش مالي ما يدفع لي حتى حد اللي هذا كيما يقول بالفرنساويه يلتيغ لا كوفرتور لوي اربع ناس في رحبه وحلين في سرير صغير واللي هذا يجبد في الزاورة هذا يجبد وهذا يجبد ديما ثم ثلاثة متعلقين وفي الأخير تتقطع الزاورة ويقعدوا كلهم في العراية والقراية وقلت الحياة تو فسرلك شنو القراية
كايليس قلت لي مرفع على كل نمشي وبعد شوية نحكيه على تحويرات صلب وزارة الداخلية ونحكيه كيف كيف على العملية العسكرية الكبرى اللي تشهد فيها حاليا مدن مدينة القصرين وكيف كيف الجبال المحيطة به. قبل هذا نسمع فرانك سيناترا Can't Take My Eyes. صباح الفل التوينس الكل. وليد صفر قال لنا هبطونا المورال عصباح يودي ما هبطنكمش المورال اليوم هذاك هو يلزم اليوم نقول الحقيقة كما هي ليه خطر تو سامبلومون هنا شفنا العبيد اللي خبيت وكاموفليت بوندون دي زاني دي زاني لوم وين القدر واحنا ليه خاطر ذلك ما نحكيوش على تونس كيفاش في الليل قل له خذ شوف معي تو تبكي يفوت دي شوك لو يفوت دي شوك بتشوف يعني كي نشوف بلادي كيك نحضن لو كان تشوف الكداس نتاع الوسخ اللي موجود تعرف هزيت راسي نشوف في السينما الحمراء لاخ كي ريزيست الحمد معناها هيك الاسباس الحمد هي ما حصل كي كان في العبيد لمبرا كانت قبل سينما لمبرا كنا في عقب الليل نخرجوا غاديك ونمشيو ونكلوا جيلاتي في الويكاند وعبيد تريزيست يعطيهم صحة العبيد اللي مازال عندهم دي سال دو سينما كيما الجوبانتين وغيره جوبانتين وغيره خاطر تعرف علاش يصرفوا من جيبهم بارفوا بيان سور سي بلو رونتابل ثم اشكاليه توا كبيره دونك يفو سو لو غاردي دون ان ميدوار اما تونير ان ديسكور جونغ توا كنت نقرا في دائره الاعلام والتواصل بلجنه الجمهوريه بعثوا لي البارح ميل فهمت استقبل رئيس الجمهوريه السيد باجي قال سبسي صباح اليوم الثلاثاء بقصد قرطاج وزير الداخليه سي محمد المغتن يعني بدل الكلمات حتى اسامي اخرين واستفسر رئيس الجمهوريه حول اوضاع في ولايه جندوبه اثر فيضانات الاخيره وانعكاسات على الحياه المواطنين وظروف عين وقدم وزير الداخلية تقرير مفصل من الجمهورية حول الوضع الحالي بالمنطقة ومخالفات والإجراءات التي اتخذت لحماية المواطنين وممتلكاتهم والتخفيف على المتضررين من هذه الفينات. وأعلن السيد محمد نجم القرصدي إثر لقائه بالجمهورية أن وفدا وزاري متكون من وزراء الفلاحة والتجهيز والمالية وعدد من إطارات الوزارة الثلاث سيتحول غدا هما حاتين شادة زايدة لولاية جندوبة وذلك لإعداد ملف حول الإجراءات العاجلة لتجاوز تداعيات الفيضانات ولوضع تصور شامل يفضي إلى حل جذري ويمكن من وضع حد لهذه الكارثة. وأضاف وزير الداخلية أن مجلس الوزراء المخصص لولاية جندوبة سينعقد في الأيام القريبة المقبلة كما أفاد السيد محمد نجم الغرصاني أنه قدم لرئيس الجمهورية عرضا عن الوضع الأمني العام بالبلاد. كي تطلب انت وتقول حب السيد البري قاعد تمشي ما عندك تقول السيد رئيس الجمهورية بعد هذا ما خلاه نعمل هكا الضحك ولا فهمني نابورت كوا ما سي كوا هل مازلنا في البيانات هذه توا ومحمد نجم الغرصلي توا انتخ نو جد عليك الحكايه توا باش تدعي على الشعب التونسي باش تبعث انت توا باش يعملوا لجنة تقصي حقائق وباش يشوفوا نابورت كوا والعباد قالوا لك لا العباد شنو دوغري زيرو دو لا كومينيكاسيون سامحني ما اكتب رولان بارت لو دوغري زيرو دو لا دو ليكريتور احنا في الدوغري زيرو دو لا كوم اللي دو لومانيتي انا كاريمون تعرف صار كارتاج ملعون ولا لا هو ابا سكن فيه يظهر لي فيلسوف الزمان قال جمله شهيره مش تقعد في التاريخ كلمه هي انا نندبهم انا نندبهم انا نندبهم هذه ثالثه انا نندبهم يا ولدي تعرف فريمون اوني اكوتي انا بتعرف انا بهت معناتها وكلام كيما هذاك انا بدي جاني نفس البلاغ تقول انت من هيئه التواصل الاعلامي والبارح سي سنوسي نتاع الهيئه الدستوريه قال ما عادش تحكيوا على الهيب اون ديريكت يا سيدي ما عادش تحكيوا على الهيب اون ديريكت لا قال في البي بي سي يحكيوا عليه مسجل مسجل اي ما نجي عند الندبه نتاع الصبيح نسجل واحده قبل تصير عمليه اداميه من بعد تصير عمليه اداميه لا ساكتين يقول لي لا نسجل غدوه تصبحنا بعد غدوه تصبحنا بعد غدوه نجي نمبورت كوا معناها سقطت سكتت دار ونطقت كل لا يعني الدوله التونسيه تقاليدها قاعده تضيع فيها تي حد انت عندك شوف العباد الجدري انت تشوف اليوم خالد الكريش ايش قال معناها تعرف قال كلام في المغرب قال لك احنا عندنا اليوم 8000 ملف منها ملفات لقيادات سياسيه معروفه 8000 معناها جماعة سهام بن صدرين وش يقعدوا لك كيلكو زاني تقول انت هذوما افي هما الاخرين عملوا 400 ملف برك هذول اللي مات لجنه التطفي اي مكافحة الفساد 8000 8000 معناها نوليو احنا نسمينا جويلا سيك باك انا يظهر لي باش يقولوا نهار من نهارات عليسه هذيك جلد ثور خذيته بال يرجع يحاكم نيمبورت كوا والله العظيم يعني اني مال بارتي دايوغ شفت الصورة هذه في المغرب شفت اليوم هذا عنوان من عناوين الفشل هاو قال لك الديمقراطيه بين صعد المطلوبيات والمطالبه بين القوي تونس ومخاطر الشعبويه الجديده هاكا واحد عامل هكا والاخر قاعد هكا والاخر فهمني وكا
والشيخ عبد الفتاح مولو نائب رئيس البرلمان مشى قبل في القرضاوي. مشى قبل في القرضاوي تو نحكي. قالك عليها جوزيف ستيغليتس هو ولا فهمتني؟ ديما ستيغليتس ولا جوزيبي توبازو دي لامبيدوزا اللي كتب لك العام الجاتو باردو. نامبورت كوا. سامحني دونك سي فغي. لو المرآة لازم تغزل لها. يستقيم الظل والعدو أعوج. البلاد معوجة. أنت جبت على أنت قلت البلاد كزبلة في بوبالة قبل العام. أنت فما فيديو قاعدة تدور صافي كيلكو جور على فيسبوك اللي هي متاع الكارتينج متاع متاع تونيسير. برا شوف شو قاعدين لك. شوف كي نطلع في الطيارة تونيسير كل واحدة الغزالة كاترينج على الحيط فين. كاترينج اليوم معناها أقل أضعف الأيمان أنه يتقال بأنه اليوم حتى حتى الحيوانات ما نجموش ياكلوا فيه. وشوف كيفاش ولات حالتها تونيسير. شوف كلو سيرفيس هذاك. شوف حالة المطار ساعتي. شوف انا نقول لك بكل صراحه في تونس حاله المطار حاله الشارع بورقيبه حاله القصبه اللي هي معناها معقل. انت شفت ثاني جامع خطبه في تونس كله جامع ذاك جامع القصبه جوستومون وقت شفناه جامع القصبه هذا نسيت هل نعطيك 700 وشويه ميلادي 1227 ميلادي واذن فيه ليل 27 رمضان 1200 ابو زكريا الحفصي وهو جامع حنفي رغم اللي هو كاري ويشبه الكتبية متاع المغرب وفيه العلام يقول لك وانتي وينك شعشع علام الفجر وانتي وينك ذاك النهار ولا خذتك عينك العلام هو حشر من صمتك العصا الممدودة لأنه يعني قبل يحطوا فيها علم يحطوا فيها علام صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة الصبح كي يشوفوا في شعشع علام الفجر يصلي انت توك تبدا ماشي مثال في تونس في نهج غزلاف هز راسك تشوف جامع القصبة تبدا الشارع بورقيبة هز راسك تشوف جامع القصبة وتشوفك جاي فوق الربوة فوق الكدية وذلك معناها الاتراك اللي الجوامع نتاعهم اكتوغونال كانوا القشتالة نتاعهم غادي مالا كيفاش وهذاك جاب على خاطر القصبة مقر السيادة والقصبة عاصمة الدولة الحفصية وما أدراك والمدينة التونسية المدينة العتيقة أحسن مدينة عربية إسلامية لم يكن سيرفي وكانوا يسكنوا فيها في تنبك الدولة الحفصية 200-300 ألف لحد الآن تلقى في النهار 300 ألف فيها بالاسواق نتاعها وغيره وفيها نهج طويله هكا نهج جامع الزيتونه ونهج القرانه نسبه لليهود القرانه اللي فوني واسبانيول اللي يعرفوا تونس ونهج جامع الزيتونه يسموه الدقليل وفيه من الجهه الاخرى نهج سيدي بن عروس ونهج تربه البي ويتفرغ عليهم نهج سيدي قضاي الحوايج ونهج تقول انت سيدي السوردي ونهج المقتل يعني سيدي السويت حتى تاب الزاحت رمضان البي حتى تاب تحوين تعشون فيها دو كرون زاكس هكا وهكا علاش قلت لك انا تونس غمضي عينيا حطي في برميل تو نحوس فيها نعرف كي تولد فيها انا كنت صغير نعمل هكا نجري في ربع ساعة ندور من ربط لربط كنت ضعيف وصغير وكل فراشة كيما ودي باديس توا نجري والله العظيم نخرج من حوانت عاشور نجري قرح باب جديد في الخلوة نتاع سيدي محمد تبع الخلوة نتاع سيدي محمد في باب جديد في باب جديد نفسه ونخرج من نهج باغ اكزومبل تربة البي نعمل هكا نلقى روحي في بطحة رمضان بي من الجهة الأخرى نتعدى في نهج سيدي بن عروس ومن هنا نلقى الدولة الحسينية ومن هنا الدولة المولدية البنيات معناها بين بعضهم ونعقلهم برا شوف من يوم كيفاش ولا وبعد يقول لك علاش ترجع فينا هي برا شوف واقعك في واحد يحل يجي صباح يقول سيف افتاحي رفداك بسم الله يا عبد الفجر يمسك اليمين ويخرج ويقف قدام الملاي يشوف دراكولا وفرانكشتاين يقول يا ملاي اش بيك ترجع فيا كيما هو دراكولا وفرانكشتاين نو سوم ماش بلادها ما عادش بلاد يلزم اليوم صلب اخويا اش عملوا سيدي جماعه النداء مش قالوا باش نحسنوا البارح قعدت تفكر فيها قال لي تو البارح جانا شاب البارح وكا جديد طالع يولد اي اسامه الخليفي اي اسامه قال لي 100 سنه هو قال 100 يوم باهي 100 يوم الله يبارك نمشي معك اش عملتوا في المحيط ياك غرقتوا في كاس طرابلسي بل في حلاب خلينا نقول في القضيه نتاع الذهيبه وفي القضيه نتاع ابو سالم وجندوبه وحلتوا في الخارجية مبيلين زوج مشاكل في الخارجية واحدة متاع قدم وخر وقال زوج قنصليات ولا زوج تمثيليات في الخارج هاو الرجل اللي عم في كاستين قال له فضات بلاصة تحبش تمشي اي فضات تحبش تمشي فلان هاي فضات بلاصة في نيويورك ولا هاي في بيرن تحبش تمشي يرضيوا فيه عدلك اي تحبش تمشي فيه نيمبورت كوا انت تعرف من اول الدنيا في تونس اللي يخرج من تونس وحنا بعد ما ذاك خرج من تونس دقدق بعد سنوات يقول لحبيب حبيب بورقيبه صباح حتى بسيد احمد بن صالح بالشارع خذ يهرب خذ يعرف اللي خرج يلفيني دونك هذيك حسبه اخرى اما تو بشارجوا الواقع نتاعنا حمامات
من اعز عواصم العالم كي تدخل انت توا الانترنت تحط جربه تحط حمامات قايمكم مشهور اكثر من تونس يشوف له سخ في الحمامات ما تعمل يوم يخدموا بزوز طاول في الليل سامحني بطاوله وزوز طاول يخدموا ما تعمل عندك 50 و60 سنه موجوده في الوتار ما زادش كذا سوسه يحكيوا على سوسه وين تحب صفاقس جابس وين تحب وين تحب صفاقس قال لك ما عندهمش الغاز ما عندهمش دي بوتي دو غاز مخصوصين على صفاقس يوم نجوا فيه الحليب الغولة تلقاه كي تبدا انت في كوالا لامبور حاجتك بحالها تبدا تفقدها يجيبوها لك فهمتني ما سميت يعني اليوم يلزمنا نخرجوا الواقع نتاعنا ونقولوا السيد رئيس الحكومه لا بالوزير نتاعك مش تبع سي مبعوثين كما قالناش من غير تسلي وماشي يجيب في التقرير وما التقرير لا اعطينا حاجه للمحيط للنظافه للكادر الغذائي لا واهبطوا شو واحد يبدا قاعد في قهوه قاعد كما قلت انت كي زبله في البوبيل حجم الانسان لا واهبطوا انتوما على الميدان اهبطوا للميدان نابورت كوا والسيد رئيس الحكومه متقي راسه وينو رئيس الحكومه في الازمه نتاعنا النقابه والتعليم وفلدة كبادنا ولادنا وينو السيد حسين العباسي وينهم الكبار مشايخ البلاد علاش السيد نجم الغرسلي ما جبدش مثال على مع السيد رئيس الجمهوريه هاو خلينا البيان بالتفصيل الممل علاه ما جبدوش على الازمه هذه طول موند ديفيت حتى واحد بيحكي عليها والبلاد خاليه بها الحكايه هذه دونك الاعلام دوره اونتراترو يوقف بالفرنساويه يقول إيل ايغيون سافيام دو تيرم ايغوي بالعربي شو معناه؟ يغز يهمس ولا يغز مغزل ايش سا؟ ايش سا؟ هو ذاك الواقع كي نشوف انا كي نحوس البارح ونحزن نحزن نحزن بلادي اللي تربيت فيها طون والعاصمه هذيك تولدت غادي لاني تولدت انا بحال بحال وين وبحال عشت غاديك هذيك عاصمه التوانسه الكل بتاع التوانسه الكل عاصمه من من, من سنه الخماس من 555 هجري 1160 ميلادي تونس عاصمه من اقدم عواصم العالم وتشوف صاير فيها هكاك كنا نقوم الصباح فؤاد الباجي حركني في المواجع من بلوكسال نهبطوا نمشيو للبنيدة نعملوا قهوة بوندان على الصباح يصف لوري لي زيبيس فهمتني لي بون سونتور وكل بوبولاسيون اندستريوز نتاع نهر الجزيرة نتاع نهر اسبانيا نتاع نهر مالطا صغيرة بلا شوف توا بلا شوف بلا شوف سيدي حسن صباح وليد راهو شيء يوجع القلب كي تشوف هكاك كلنا من اعز مدن العالم ومن انظف مدن العالم هذايا شكون يتحمل مسؤوليته وكل ما ثماش واحد يتحمل مسؤوليته وخاصة المسؤول نعاودوها من له نواف عليه توا شك في الكاب انت اللي تتحاسب ومهما كان البارح نحاسبوا لو حمادي لو جبالي اليوم نحاسبوا ولا لو علي لو رش اليوم نحاسبوا لو حبيب لو شتر اسد نصف الاسد جوسكا نوفال اخر حابينك تكون قلب الاسد طلعت نصف اسد ورب يستر لا تتنحرج الى شيء اخر ليش تحب ايش تحب اقول لك قلب صافي سعيد يعني بكل صراحه اليوم ليماج نتاعنا خايبه ويلزمنا صدمه تو الانجليز مثال كي يعملوا البوبليسيتي عندهم الكل كامله على حاشا من سنت اللطف وربي يلطف الناس الكل ليزاكسيدون دو سيركيلاسيون يوريك الاكسيدون بالتفصيل الممل كيما باكو الدخان يكتب عليه يتكلف يقتل ثم تبت الكل الاعلام نتاعنا خلينا شو قالوا زاد نبيض ونغوندي لي زونجل كيما نقولوا ونحكيو على الواقع نتاعنا تعرف الايديولوجيا التونسيه توا شنيا هي الغنايه هذيك نتاع حوماني وكهو احنا عايشين كي زبله في بوباله وش عاملين كي قال هو قال اللي تلكوا على الشربه يقوم ينفخ على السلاطه يحبوا لنا ينفخوا على السلاطه ليه سيدي اللي قعدتوا الشربه يقول اي دقتني الشربه فهمتني مش اي دقتني شوكا نقول له تكذب يا كذاب سي سا الواقع بتاعنا مقيت خايب تشوف رئيس الحكومة غيابه تشوف الكبار نتاع الحوبة غايبين تشوف محافظ البنك المركزي اش يحكي تشوف البنك النقد الدولي المتربص بالبلاد وكريستين لاغارد تعمل فينا شاطح باطح وتعمل كيما تحبوا تو في البنوك تشوف مجلس راقد رقود السبعة رقود 217 شو نسميهم ما عندنا رقود السبعة في شلني احنا فهمتني هذوما رقود توا 217 لا عندنا رقود لا رقد داوود منجي قال الزيري عندنا رقود ل 40 اي ل 40 الحكومه ولا ولا رقد داوود منجي فهمتني وك هو هذاك شنو صاير اي والاجيال هذه الصاعده والاولاد الصغار كيفاش نعملوا لهم كيفاش نقريهم كيفاش نعطيهم سبل الحياه وش هي القيم باش نفهمها له انا ولدك تكونوا 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 يخرجك لبرا اللي عملته وانت كل يمشي يتفيا ليه وقت اليوم يشوف انسان تعطاو تلامذه صغار يعني يشوفوا الاساتذه
بعدين احنا كلنا تربينا راهو احنا ما نصادروش حق الاساتذه في انهم يتحسنون من الوضعيه الاجتماعيه نتاعهم، ولكن الاستاذ راهو المعلم عنده صفه اعتباريه وعنده ديما مثل اعلى، وبرشا عباد يقول لك انا المعلم الفلاني الاستاذ الفلاني اثر فيا وبدل لي حياتي ولا اثر فيا وخلاني اليوم نوصل ما وصلت ليه بعد فضل ربي فضله. اليوم وقت نشوفوا اساتذه بالطريقه هذه كيفاش قاعدين يتصرفوا كيفاش قاعدين اي اخر همهم هو مصلحه التلميذ، كيفاش تحب تطلع شبيبك كيفاش تحب تطلع الاجيال؟ اي وتواصل لما مشي يخدم في 8 دقائق في النهار والمعلمين يا با دي دور دو ديفلوبمون يا با دي دور دو سو ديفلوبمون كل مع بعضها. فهمتني؟ يعني اليوم المحاسبه واليوم هذه الحكومه مطلوب منها باش تعمل انقاذ، اكل عام عملوا قانون وقت بن علي عملوه عام 93 اسمه قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصاديه. هما بدلوه اسمه مالاد. لا لوا دي سوفتاج دي زونتربريز اون ديفيكولتي. اليوم يلزمنا اون لوا ولا اون ديمارش ولا اون بوليتيك دو سوفتاج دان بيي اون فوا دو رانا باش نوليو فيل ستيت. رد بالك تعرف شو معناها فيل ستيت؟ هي كاتيجوري جديده معناها الدول لي دوا لي زيتا اون ايتان ديكستكسيون فوالا كيما السودان. رد بالك رانا باش نروحوا على مستوى الحكومي على الاقل باش نوصلوا الوضع الفيل ستيت يعني نوفر جينيراليزي ويجيبوا لنا الكوميسيون ميلي كيما جاك العام ايرلانجر وجماعته وخذوا اللي حبوا وحطوا تونس تحت الاستعمار. اليوم يلزم وقفه وطنيه ويلزم كبار الحومه. يا خويا خذيتوا الجاه والساسه وانتم اهل الجاه والصولجان والهيلمان وعندكم انتم تو في دار الندوه وساكن في الكاب. هاي يا سيدي قال الاخر ان اصبح لكم ساسه واصبحنا عنكم زاده نسود عليكم بفيء الله الذي خولنا ونسودكم بسلطته الذي اعطانا. هذا يزيد ابن معاويه فهمتني يا سيدي على الاقل ما كل صيد وكلي سيدو كاد لو دير يا الحبيب الصيد كون صيد وكلنا ما يسالش كل لاجل دوله يا اخي نعطيوك بيوغرافي نتاع الهادي نويله تقراها مش مشكل انا مستعد نجي كل يوم نقراها لك بالتفصيل الممل ونفسر لك كيفاش عمل. ما تكونش ستار صيد ولا تكون معناها حكومه وزاره الداخليه غير دي بوليس وزاره الدفاع اصلاح ناقص لحد الان هاو قالوا باش يرجعوا المخبرين لا بلا فاء وزير الداخليه قبل شويه المخبرين على الاقل تو غيونفونتي فهمتني الاقتصاد مشى بالده التدين الخارجي تهلك عايشين في وضع معناها كارثي على مستوى المحيط. ها قدامنا هنا بوتو حكينا عليه ما نتحركوا او هنا في الشارع دقائق قدامنا باش يطيح وكلموا البلديه قسم ما تحركوا نهار يطيح لطف على تلميذ ولا عبد ولا على كهرباء تقع كارثه وقتها يتحركوا وتوا واقفين الفينيات الفينيات الناس كلها هكا الفينيات هذيك قبل الناس كلها يعشوا فوالا ما شافش هكا الاولى يجي هنا هاي كتفه شد عطيك يزيد بشويه روق قالوا قالوا الشرق بشويه بشويه الهدايا بن عروس قالوا الاخ. اليوم يلزمنا ناس عندهم تصور للدوله وتصور لاعاده انتاج المحيط نتاعنا ولاعاده انتاج عمليه الانتاج نفسها الاقتصادي والاجتماعي ولاعاده انتاج توزيع الثوره بصفه عادله. Exactly. انا معك في هذا. هذايا اما كذلك انا نطلب من الاعلام وانه الى غوندي لي زونغل ولا ما يحكيش على الواقع نتاعنا. وقعدوا اسمعوها غنايه حماني 100 مره حتى كما تعجبكمش اسمعوها تدخل لكم شنو الواقع على الواقع المعيش التونسي. ناخذوا بوست بي بعد هي نسمع نجات صغيره نرجع نكملوا حديثنا في الهيدلاينز. نجات صغيره انا بستناك من درجين صباح الفل التونس الكل مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو ناخذ معكم حتى العشرة نتاع الصباح. تحيه لكم وميرسي بوكو على الانتراكتيفيتي. لا جراندي نجات الصغيره لا جراندي هي بالحق هي تعرف كبيره هي نجات الكبيره انا نحب نسميها مش نجات صغيره متبقى رنا تلقصك تبغى سلك نفسك نعرف هاي متبقى رنا عملوا فيلم هاني انتم هاني مخدومون اللي يموتوا في بطية هاربين الكويت بدون فلسطينيين بدون سي قاتلنا بعض الحلم كالكو غيف كالكو غيف هكا يقول يفو غيفي يفو غيفي لا لا دونت ستوب نيفر جيف اب قال انجليزي هكا ولا لا نيفر جيف اب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحويرات صلب وزاره الداخليه هذا اعلنته البارح الوزاره في بيان لها وقالت بان المدير العام للامن الوطني محمد الغضباني دعي الى مهام اخرى وتقرر تعيين كل من توفيق ابراهيم بوعون وعز الدين محمد الخليفي وسامي عبد العزيز عبد الصمد على راس الادارات العامه بالاداره
الإدارة العامة للأمن الوطني، وتم تكليف مدراء عامين سابقين بمهام أخرى. وانتخاطر سفيان الخطة متاع مدير العام للأمن الوطني تم إلغائها. نذكر الخطة هذه تعملت 20 سنة التالي تقريبا، ويقول اليوم تم إلغائها لأنها تتعارض مع خطة كاتب الدولة المكلف بالأمن. خاطر نفس الصلاح بالحق، خاطر هو شوف كاتب دولة مكلف بالأمن ما كانش موجود قبل، كان مدير عام للأمن الوطني هو الكل. حتى باجي قايد سبسي وقت اللي كان مكلف بالأمن كان مدير عام للأمن الوطني. خطة كاتب دولة مكلف بالأمن تكونت وقت عمل الدستور المجهول للجنزوعي، وصار وقتها عركة حتى بينه وبين واحد آخر قائد كبير في الأمن، وصار ما صار. أما توت سي تات كوز ما ينجموش يساندوا بالفونكسيون. زاد على ذلك لاحظنا في المدة الأخيرة ثم ياسر الناس من اللي قرام من الاستابليشمنت، خلينا نقولوا من الناس اللي ساقهم في الكام وقت الترويكا وقت المهدي للجمعة، قعدوا شادين ويفون دو شيغ بلاس. وزيد ثم ناس من اللي مازالوا من أمن الموازي ما تنحاوش، ثم شكون تنحى اللي قراب من أبو عياض هذا اللي يسميه ولا شو اسمه، لكن ثم اللي يبقاوا لحد الآن مازالوا ما بدلوهم. قول أنت اللي مشى حاج مع محر زي هذاك يخليوه ولا يقعد لا تنحى نحى هذاك والبين والاخرين نسمى اللي مازالوا. دونك على ما يبدو انه ناجم الغرسلي يحب يخلو وزاره، وسمى زاد قاضي، وسمى اداري، فهمتني، وسمى استاذ في الكابينه نتاعو، وحتى ما نعرفوش محمد علي العلوي مازال هو مكلف ناطق رسمي ولا ما عادش، على خاطر تسمى حد اخر في العلاقات مع الميديا كما يقولوا هما. دونك يحب ياخذ لي موان دو سا بوليتيك، سي نورمال باش يطبق الاشياء نتاعو. وخرج بيان في الاول في العشيه، ومن بعد خرج بيان اخر من وزاره الداخليه انه على ما يبدو ثم اضطراب في المعلومه. ومن بعد قالوا لو نحاول الخطه نتاع مدير عام الامن الوطني وتنحات كومبليتمون الخطه، وسي عماد غباني يدعو على مهام اخرى. دونك ثم كما نقولوا دي لومو في وزاره الداخليه، لكن ثم تسميات في الداخليه في الخارجيه في الدفاع. في الدفاع اي هاو جوستومون البارح باجي قايد سبسي اجرى تحويرات رئيس المؤسسه العسكريه، ثبت في تعيين الامير اللواء توفيق الرحموني مديرا عاما لوكاله الاستخبارات والامن والدفاع، وتم تسميه كيف كيف الامير اللواء فؤاد العلوي متفقدا عاما للقوات المسلحه ابتداء من نهار 20 فيفر 2015 بحسب ما تم نشره في الجورد. لان معناها اللي خرج على رسم الجمهوريه التونسيه، وهنا المخابرات العسكريه واعاده معناها تنظيم سلك المخابرات، وكذلك يلتبط بالوكاله الجديده اللي باش يعملوها اللي تجمع الناس كل، وكذلك بعوده المخبرين اللي حكى عليها في الملتقى البارح اللي صار وحكى فيها سي نجم غرسلي وزير الداخليه، وقال باش نرجعوا الاستخبارات ونرجعوا المخبرين كذلك ونرجعوا معناها المعلومه وتداول المعلومه وانسياب المعلومه، وكذلك البوليس التقني والوسائل الماديه وغيره اللي تخلي الامن ينجم يقوم. ولا يا حسر كان عندنا باع وذراع معناها تعرف معناها حكينا عليه سي طاهر بالخوجه وسي احمد بن نور، قداش من مره يقولوا لنا كيفاش كانوا يخدموا، كيفاش كانت المعلومات تجيهم، كيفاش كان انه معناها خلينا نقولوا امن تونس يتخدم البرا البرا، وكانوا موجودين ناس يخدموا ما فيش وانه كانوا ثم خاطر تو شنو هو كلمة حق وليدها بها باطل. ثم معناها ناس تظلموا وثم كذا، لكن اي دولة في فرنسا ما فيهاش دي اس تي ولا المانيا ما فيهاش ولا غيره، جاوا احنا قد واخذوا نحاو كل شيء باش يدخلوا الدعاة ويدخلوا الارهابيين يدخل الدواعي تو هذا ينعاني فيه. شكون هربوا؟ ما هربتوا تركا، هربوا علي العريض شو اسمه هذا ابو عياض ولا شنو اي ما هربوا هبا وعملوا كل شيء، هذا نعاني فيهم الناس. هم يحبوا الاباويات يحبوا يذبحوا يحبوا يقتلوا هما يعملوا. وشفت التهديد اللي جاء البارح لتونس الكل وقال معناها تونس الكل باش ناخذوها باش يبقى كذا وكذا وحكايته تاعهم. يعني المساله وين؟ المساله في انه اليوم بكل صراحه يلزم الدوله تسترجع المخالب نتاعها، لأن الدوله عندها مخالب، والدوله عندها زاد خاصه الامن. تعرف وشي في فرنسا شد وقت الوشاج وشد وقت الديريكتوار وشد وقت الكونفونسيون وشد وقت لي جاكوبا ولي جيروندا وشد وقت البريمي كونسول، ومن بعد شد وقت الامبراطور، ومن بعد شد وقت حتى لا ريستوراسيون لوي 18 فهمتني، وكتب كتاب معروف مذكرته، وبلزاك خدم عليه هو باش خلق لو بيرسوناج دو فيدوك في لا كوميدي هومان فيدوك. هذا عنده خاص سيليبر يقول فيها سيرفيي تو الموند اي كومبري لامبيرور سوف موا، راقبوا الناس الكل وي الامبراطور كان يا سيدي خوز انت لي ميزيرابل نتاع فيكتور هوغو جافير 30 سنه يتبع في جون فالجان رحم عليه الامن هذاك حطوا سي لا ريكتيتود دي بوليسي اللي يعمل في الخدمه نتاعو فهمني. الي انتيباتيك دون لو رومون مي تقول اعجب لا دونك كيفاش مات
وقت اللي منعوا جورنال جو انتحر انتحر كي لارمي اون كوز توت سا كارير مي وقت اللي منعوا وقت تشيلارني ولا شكون انتحر سي بروني لا سيرفيل كيما نقولوا بالفرنساوية ان بو امبرونتي يحبها فيكتور هوغو. دونك اليوم احنا في تونس شنو نفركوا الامن وتولي دو فيغيتابل بارونري واقتاعات سياسيه معناها واقتاعات امنيه موجوده وغيره وما عادش عندنا ويدخلوا لتونس والعبيدي وين القضيه نتاعو العبيدي لو عندنا اون فاكولتي ا اوبليي لو عنده حق دو جول كي قال لهم لو سون سيش فيت بالله تو افتتاح مجلس نواب الشعب ما جا واحد حلف بالباطل وين وين حكايته وين اللي كاميرات سيرفيونس فانا كلام دخل وكيفاش وشي المحاكم هو قالوا في الكرات احمد ديما دخل وقعد حذاه وقعد حذاه باهي وشافوا وهما اربع تو جا يقعد حذاك في معاهد مثلا يقولوا هذا احسن انت ما تشلقش اي وهو يعمل في مشكلة خصنا قاعد حذاك وال والقضية نتاع العبيدي اللي كان في المطار كيف ويني يعني بوتودير اللي يسمى ولا العبيدي كان يخدم وحده ما كان مع عنده غيزو هكا ولا معناها ثم الشيء اللي يسميه في الفرنساوي ليس بروف تمشك او كي دخلك من باب خرجك من خوخه وعدي وانت لو سونس جيت ونقعدوا نتعاركوا يعملونا اللي يسميه انا بسيد فيكساسيون شو لابسيد فيكساسيون بالفرنساوي هو مشكله وهي نعملوا منها مشكله حقيقيه نجيو كيما باغ اكزومبل اسيت ونقعدوا غاديكا جغمغ ونتعاركوا عليها ونتقاسموا واحنا بوغ فيغ ديفيرسيون باش نبعدوا على الرسم اليوم المنظومه الامنيه نتاعنا مختلقه وزاره الداخليه مختلقه وما زالت بعض الاسامي ياسي نجم الغرسلي من الامن الموازي ومن المقربين من ابو عياض ومن كذا ومن كذا وعندك في كلشك ويعرف ونحيه ويعرف نحيه بالصيد وتعرفهم انت وعارفهم نحيه بالصيد وباساميهم ولو كان الجرام تاعهم موجود خلي تطلع وزاره الداخليه هي الناخ نتاع الدوله التونسيه هي الهيبه نتاعها وترجع معناها تخدم وترجع تدافع على الوطن مش بلادنا مهدده اليوم بدواعش وبكذا واقطاعات سياسيه والاحزاب عملوا فيها دي باركور وهذا ماخذ هنا والاخر ماخذ غادي لا بارتيتوكراسيه اللي ظهرت في ايطاليا ثلاث الاحزاب انت عندك راي اونو وراي دوي وانت راي تري والاخر عنده القبضه الفنيه والاخر عنده الولايه والاخر عنده بلديه وتقسيمها بين حزيبات ضعيفه نرجعوا الدوله والدوله فوق كل اعتبار ناس بكري قالوا يجبد له وصل الحاكم مش عكروت وشو بعدين العكروت معناها وزنه طويله والعكروت الناس تقبل يعطيوا للحاكم حقه الفوران دو سيزار كي ابارتيان سيزار اليوم احنا في تونس لا القيصر لا الرب حتى واحد ما ياخذ حقه علاش على خاطر ثم اللي حكيناهم لي سيغمونتاسيون تريبال القبائل الصغيره ومنطق الغنائم التي تستفرد بالدوله وتستاثر بجمهور التونسيين موجود في كافه القطاعات بيروقراطيات فئويات حاجات كيما هكا وزاره الداخليه كيما وزاره الدفاع تسترجع المخالب نتاعها وتخدم وتدافع على هذا على البلاد وعلى العباد باش نجموا نعملوا تنميه ونعملوا منظومه تربويه جديده ونعاودوا نعطيوا امل خاصه للشبيبه الاولاد الصغار اللي حتيس لي جون ديزيسبيري مش نقول لهم كان ليها باش نسيبوا لكم في الزطله لا يا سيدي هاو باش تقرا هاو باش تخدم وهاو باش تاسس عائله وهاو باش تولي اب عائله مثالي وهاو باش تساهم في التنميه هذاك ليسونسيال سي سا لو فيغيتابل ريف يا اخي باش يحلموا العباد باش يقرا وباش يعمل عائله وباش يربي ولاده قال الاخر ترنو يعيش ويربي العيش حبوا يعيشوا ويربي العيش وعلاش لا في بلد يحلو فيها العيش شبينا احنا بيشاور الى تو حبوا يردونا كي بيشاور كي الوزيرستان شوف شو وزيرستان وبيشاور الفالي دو سوات يحبوا هكاك التليف الوسخ انسخ البارح دار وزير الداخليه حكى على التهريب حكى على التهريب والعلاقه العضويه بين التهريب والارهاب كنا نشوف في مسؤول كبير مش لازم نذكر اسمه يعمل لي مش كل تهريب الهاب ومش كل الهاب قتل لا الهاب شعر سامحني نابورت كوا فهمتي لا غاتي اون اوكازيون سوتيل كما نقولوا فرانسيس معناها نقولوا احنا كان سكت راك حجيت ولا على الاقل راك عملت عمره فهمتني نفس الشيء اليوم 30% من الفلوس يدور في البلاد خارج الاقتصاد سيكتور انفورمال خارج البنك المركزي خارج الضرائب والجزء من 30% مرتبط عضويا بالارهاب وشفت الابدو انا متعيش في الصحراء والزوج منين كرتوشات قال في كاميون قالوا ماشيين وال50 الوحده اللي دخلت واحد يقول 50 يقول 100 يقول 150 والاشكاليات اللي موجوده كلها اللي هي تبين وانه ثم حاضنه للارهاب في السوق السوداء كيما حاضن الارهاب في الجوامع وحاضن الارهاب في الانترنت وحاضن الارهاب في الوزارات. عاود نعطيك انا كود بوان عصبيه. ايوه. ما تعرفش كيفاش هاي الشروق اليوم اش كتبت؟ اكياس دم تهرب الى ليبيا وتبيع للمقاتلين. فلا. هذايا اكياس دم
أكيد دم. معناه إحنا نمشي في عوض من دوي ولادنا وتعرف ساعات فمع بيت موتة بيشير قشدم ما يقاوم يقول لك كلام وكل شيء يقول لك حملة تبرعات وتعطيك حليب وحر عظم معناها الدم نتاع التوانسه ولا السلعه؟ عند الهابيين عند الهابيين هذا دون التوانسه باش ياخذوا التوانسه واللي ينحيلوا في الدم غادي ينحيلوا في الدم نتاعهم واللي يجيو لهنا يخليوا واحد ويخليهم يداووهم قبل غيرهم للهابيين توتفيد الهابيين يعني ثم اشكاليه كبيره وين الدوله دون تو سا؟ وينكم يا سيدي هالثالوث هذايا وينكم؟ يا سيدي انت سي راشد الغنوجي وانت سي حسين عبازي وانت سي نصف الاسد فهمتني وينكم؟ والحبر الاعظم باجي قايد سبسي وين؟ هذاك عاد حاجه في اقدس قال لك جمعت وشوفوه مالها بقداش ايوه جمعت يخلوه معاه شوفوه مالها بقداش فهمتني؟ هذا كان شافوه جمل كان شافوه يقول له وينو سي الباجي؟ وينو ايه؟ في الخلوه فوالا قال له كيما سيدي بالحسن الشادي قال المديت قال الاخر اليوم ثم اشكاليه كبيره وشكون وانه الدوله بلا مالي تاع المغاربه هكا هو جماعه بزيد انا صوم بالاغا انا جماعه غالي بزيد سيدي كي نهار قلت له في الدار يا بو تفرج حالي بالسلطان ما تفرج قلت له صوم بالاغا يعجبني قالوا لي بو خرج شو خرج صوم بالاغا خرج من القصر اللي عتقوه ولا حاجه هكا ما نشوفوا نشوفوا صوم باللي هرول هكا يقول دستور دستور ومرع شق مرع قال لي قتلها واحد من ولادي قال قتلها والله صوم بالاغا حاسينو اليوم احنا اللي نحبوا نحبوا رجال دوله ونساء دوله ونحبوا اعاده انتاج منظومه الدوله واعاده انتاج منظومه الاقتصاد وكذلك قرارات حاسمه وبلدا يرجع يطيب فيه العيش وان وزاره الداخليه تسترجع هيبتها ومكانتها ومخالبها تستلزم الامر لما لا لكن بدون تعسف ما يلزمش اذا كان تقوى الداخليه باش تتعسف ولا اذا كان يرجعوا المخبرين يحبوا يدخلوا في كلوشنا ويحبوا الكبيره والصغيره معناها كل كلام يلموا وكل ريح يشموا ما حشناش احنا بهذايا حشنا معناها باش اخدم هيبه الدوله واخدم ما يخوله لك القانون وعمليه التناصر تكون منظمه بالقضاء وتقع معناها هذا الاساس اما مش زاد بلاد سايبه لا تونيزي تونس فيلو فيرت وجاو الدواعش وجاو الناس اللي في بلادهم معناها ما لقاوش رواحهم جاو هنا لقاو فينا باي علاش على خاطر لقاو من الداخل طابور خامس مدلهم السكينه باش يذبحونا باش يهدونا باش يعملوا فينا ودون الكتيبه اللي قاعده تبيض اليوم في الارهابيين قبل ما نخرجوا مع الاخبار البارح قضت المحكمه محكمه الاستئناف العسكريه بالحط من العقاب في قضيه المدون ياسين العياري والنزول بالعقاب الى سجن لمده 6 أشهر بعد ما تم الحكم عليه ابتدائيا نذكره بمده سنه من اجل المس من معنويات الجيش والمؤسسه العسكريه واليوم الحكم هذا اصبح نهائي ماذا بينا اليوم تدخل عاجل من قائد اعلى القوات المسلحه سي الباجي قايد سبسي يعمل عفو ولا الماجستراس سوبريم ولا ماجستراتور سوبريم رئيس الجمهوريه معناها هنا معناها قائد يتدخل كذلك باش شو رئيس الجمهوريه يعطي يعتذر سي ياسين العياري اذا متفاهمين فيه خاطر في الاخر معناها ما اعتذر ما اعتذرش احنا بالنسبه لنا حكم عليه بثلاث سنين وبعد ردوا عام وتو ردوا 6 شهور كمان سالب للحريه هذا حبس علي نقدم المؤسسه العسكريه هي مؤسسه عسكريه شنو هي هو قالوا ثلب عليهم من العبيد من المباشرين في الجنه ولا شنو يعني؟ ليه تنتقد المؤسسه العسكريه كما تنتقد علاش ما قالوش حاكموش محمد عبو وقت اللي قال قالت تذكر وقت حل الى من انكار وهو انتو نو شو معناها محاكم عسكرية؟ إذا تتحرى هي محاكم خاصة هذه محاكم خاصة استثنائية هي استثنائية ما فماش محاكم عدلية هو الدستور يقول ما فماش هكا واحنا مازلنا نتعاملوا به هاو سي لون دي زوتر باغونغي اللي موجودة في البلاد تتعارك مع معتمد مع بوليس يجوك محاكم عسكرية تختلفوا تنجموا حتى على جدل أو براسي على برودو تلقى نحكي محكمة عسكرية في قضايا واحدة أنتخ نو سي تريبيونال ديكسيبسيون يجي يتنحر وأكثر من هذا يجب الصفحة والمغفرة معناها وحتى كان ثبت عليه اش معناها تصبر الحرية وتشد وتمرمي وتخفوا في مطار وضرب راجل مرضو 3 سنين حبس حتى الفجع فجايع هو وعائلته وعياله واحد ومن بعد تردوا عام في الاخر تو تردوا 6 شهور فهمت ما بيجيش باش يوريك لانه احكام هذه تكاد تكون والعهدة على من ولا على من ظلنا هذا بعض ظني اثم ما تكاد تكون كاني لا باش يحكموا عليها هكايا هذيك التعريف كاني من الاول ما حد ويدخلوا الكبارات ويدخلوا اللي عندهم كما قلت صلاحيات العفو والحد من العقوبه ولا يعملوا ما خلينا نطلبوا لاباس على الاقل ونحيونا الحكايه هذه مش ما نبداوش انا معك في هذا توتفي ما نبداوش جمهوريه ثانيه كما تقول انت على حاجه خايبه نبداو اليوم تو جينا بنسخ ونسخ والعري والقلا وقله الحياه وزيد المحاكم الاستثنائيه سنه با سونس
والذهيبه شنو صاير فيها، والقضيه هذه نتاع الجندوبه وسليانه ومعناها سوق الخميس اللي هي بوسالم شنو صاير فيها من الفيضانات، وزيد القضيه نتاع الاخبار شيء يبكي معناها يحوس. وفما عبيد راهي قاعده معتصمه، قال لك خويا ما نخرجش من داري هنا. اي بيان سور، قال لك احنا اليوم حلنا موجود عنده 10 سنين يفولو فينونسمون، في عوض نعطيه عفو تشريعي عام، وعوض ما نعطيه هيئه الكرامه هذيا، وعوض ما نصيبوا في فلوس الدوله المشي فيها في جو نابورتو كوا. اليوم اولويه قصوى نعملوا كما حزام بورقيبه، نعملوا اليوم حل كبير للمواطنين نتاعنا وكيف كيف لاهالينا. اكيد جدا تو سامبلو في ونقف ونقاو رجال دوله ونساء دوله يقفوا لهذه البلاد ويقاو كما قلت الحل من عام 2000 هما ما تروح في بوسالم ما تعملش، ورقه الحكومه في كاسه طرابلسي، والبشير الصيد على ما يبدو معناها وقف في السقيفه هو زاده ولا في الدكانه، والكبارات ما ثماش، والوضع مزري الى حد كبير. هذا نقولوه من باب الواقعيه، شنو تحبوا نشدوا بنديل نقولوا لا تبارك الله عليه نجم الغرسلي شو شعره يلمع كيفاش، لا لا الحبيب الصيد اوه رجل دوله عظيم، لا لا البجبوج في مرتبه دوغول، لا لا المجلس التاسيس المجلس النواب الشعب نتاعنا خير من الكونغرس الامريكي. ايوه لا ما سانا باسونس، هذه الناس الاولى تعرف شو يقول لك، يقول لك وري حري ديك يا خويا وريونا انتم دو كوا فوزيت فوالا دو كوا فوزيت كابابل اكزاكتومون. هذا هو تو سويت الفلاش بورسيي موجز 8:30 اخر اخبار رياضه مع كاب سبور، وبعد هي نسمعوكم ان كود كور، نسمعوكم غنيت سعاد محمد بصوت نور مهنا وحشتني، بعد هي الكلمات ونحكيو بعد الكلمات على زياره عبد الفتاح مورو اللي اثارت العديد من الحبر خلينا نقولوا وتساؤلات، هل اليوم النهضه حركه إسلامية تونسية ولا هي حركة إخوانية؟ تنحكيو في الموضوع هذا بعد الأخبار. كاب أف إم الكلمة ليك.